اللي انت بتتكلم عليها دي اسمها مليولر فوسا، اسمها مليولر فوسا. هناك ليجامنت اتاتش لهذا المكان يربط ما بينها اهي الفيبولا اهي النقره في الداخل. طبعا في ليجامنت يربط بينها وبين الكالكينيوس وهي اسمها فيبولا ودي اسمها كالكينيوس كالكينيو فيبولر ليجامنت كالكينيو فيبولر ليجامنت. هناك ليجامنت كتير في منطقه الانكل كالكينيو فيبولر ليجامنت. واضح؟ واضح. اللي بعده دكتور اطلع محاضرة. تاني نعم عندنا محاضره دكتور. ايش محاضره الحين؟ طب ممكن اقول اخر كلمه؟ يلا بس معك 11 محاضره تطلع عليك. لا 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 ربع عنده لاب انا لاب فارما هم لاب باثولوجي. اقول اخر حاجه بس اقول لك بس بصوا شايفين الهيد دي؟ شايفين الهيد؟ ما هي عكس عكس النور اهي فوق اهي. في الهيد دي بنعمل حاجه بنيجي على اعلى نقطه فيها اعلى نقطه. شايفين اعلى نقطه؟ هتلاقوا النقطه حاطينها كده وعشان تعرف الاول انت فوق ولا تحت. بص طبعا على مين بعيد اهو تاني على الفصل تعرف انك انت في الهيد. والهيد حاطين عليها علامه صغيره زي دي. العلامه دي هتبقى عند الهيد بتاع الفيبولا. ادي الهيد بتاعت الفيبولا عامل كده وفي جزء منه عالي بحط علامه في اعلى جزء منه. اعلى جزء منه اسمه ستايلويد بروسيس. ايوه اللي انت شوف زميلكم ارفع كده حط ايدك عليها بقى. اعلى نقطه اسمها ستايلويد بروسيس. ده اتاتشمنت اوف ذا بايسبس. نيرف سبلاي بتاعها طبعا اللي هو السياتيك نيرف والاكشن الفليكشن. وعلى فكره البايسبس بتساعد في الاكستنشن اوف ذا هيب لانها جايه من الاسكاتيوبروستي. الحاجه الثانيه لو ظللت بقى المساحه الناعمه دي كلها صعب ان انا اظللها على فكره. ده علشان المفصل اللي بين الفيبولا وبين التيبيا اللي احنا قلنا عليها لما كنا بنتكلم على الجزء الاملس المدور ده عشان المفصل اللي احنا سميناه ايه؟ سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. دول تقريبا المكانين اللي دايما بنسال عليهم. اما لو جينا هنا وسالناك وقلنا لك ايه دي اسمها لاترال ماليرس. انا لما بحب اسال دايما بسال على الميديال ماليرس على اساس الليجامنت اللي ماسك فيه. واحد هيقول لي يا دكتور البون دي انت قلت لنا على مجموعه عضلات اللي هي كانت التيبياليس انتيريور وكانت اثنين عضلتين من الخلف فليكسور ديجيتورم والتيبياليس بوستيريور. دي ما اقدرش احط علامات عليها لكن نعرفها نظري من رسومات لان فيها كميه عضلات كتيره جدا جدا. كل بقى العضلات اللي موجوده في الليج ما اسالش فيها اوسبي انا بسال فيها في الاند بلوك اكزام من العضلات اللي ماسكه في الانتيرو سيرفيس والبوستيرو سيرفيس واللاترال سيرفيس. فاسمحوا لي ده الكلام ده هيبقى من ايه؟ من صوره بس. اسمحوا لي بقى المره الجايه اول ما هبدا السوفت على طول هقول لكم اسماء البونز بتاعه الفوت وايه الاماكن اللي ممكن نحط فيها علامه ونسال على بعض الاماكن في الفوت عكس الهاند. الهاند انا كنت قلت الزميل دخل عليا وكان بيسالني ممكن الهاند تيجي في الاصبي. صعب ان انا احطها في الاصبي. صعب ان انا اسال على الكربل والميتاكربل والفالنجيز واقول مين اللي اتاتشد هنا. الكلام ده بسيبه للنظري ولكن في الاصبي ما بحطش هاند. سكيلتون اوف ذا هاند في الفوت السكيلتون اوف ذا فوت هقول لكم بس كم مكان هنا ممكن احط عليه علامه زي المكان ده مثلا. ان شاء الله هنعرف اسمه كالكينيان تيبروزيتي علشان مثلا اللي هو التندو اخيرس. بس واضح كده؟ خلينا بقى المره الجايه. هيبقى المره الجايه امتى؟